مي انا كلمتيني على قبل جوج حوايج. ماما واللي صدقات ليا فيهم هي اللي غنكمل فيها ان شاء الله. كتبانوا ليا ماشي على برجكم شي حاجه ماشي هي هذيك. عندي احساس السي خالد باللي غادي نمشي ونخليها كحله ورايا. عافاك من يجي الحاج قول له الصحفيه مريم جات باش تشوفك، ولكن عرفتي شنو؟ الدنيا غادي تترول. حقا هي عندها الحق، وباباك خصو يكون محافظ على الاسره ديالو. الله يخليك ليا. غير دي بالك وصافي، انت راكي عارفه هذاك راه يقدر يدير اي حاجه. انت مصلحتك هي الاولى. بيان سور مصلحتي هي الاولى. غير الا مشات وقعت ليا شي حاجه عارف راسك انت هو السبب. انت قاصح بعيد بزاف. شنو هي الاسباب اللي خلاتهم يتعرضوا ليا بهذه الطريقه الهمجيه؟ كتكون الحياه احسن فاش كيكون معنا شي واحد كنبغيوه وكيبغينو بصح نيت. هذاك الخبر اللي نزلتو عندكم في الجريده على المهدي انصار، هادشي راه ماشي ديالنا وكنخافوا الله. وانت من امتى وانت ضدي في هادشي اللي كندير؟ لالا بغيت نقول لك عندنا واحد الفيديو غادي يشوهكم. شنو كاين في هاد الفيديو؟ شغلك انت؟ ما كنعرفش. هادو ناس خاين، هادو ناس واصلين. شي هادو لعبوا معاهم هاد اللعب، غتلقى راسك سميتك سميت باك على الشابو. بغيتي تشريني؟ ما فهمتش ما عندناش حق نهضروا ولا شنو؟ كيفاش ما عندكش الحق؟ ويكون شكون ما بغى يكون. أنا عارف شنو غندير معاه. وقيل أنا كنعرف مصلحة الشركة ديالي ولا لا؟ ما تعرفهاش بابا أحسن مني. ياك